يعني حضرتك تكلمنا عن الصدقات وفضلها وأجرها في شهر رمضان، وكمان اتكلمنا عن زكاة الفطر، وأعتقد كده إن سؤال الأستاذ سمير أوضحته حضرتك. فعايزة أتكلم عن العفو بقى في شهر رمضان، وهل هناك تشابه ما بين الصدقة والعفو؟ يعني اكيد طبعا هناك تشابه. النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه في حديث جمع بين العفو وجمع بين الصدقه؟ قال ثلاث اقسم الله عليهن: ما نقصت صدقه من مال، وما ظلم عبد بمظلمه فصبر عليها الا زاده الله عزا، ولا فتح عبد باب مساله الا فتح الله عليه باب فقر. فالعفو مطلوب كما أن الصدقة مطلوبة، وبالأخص في هذه الأيام المباركة كما قلنا، لأن العبادة في الأيام المباركة والأيام المفضلة عند الله سبحانه وتعالى لها أجر ليس كأجر باقي الأيام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن في أيام دهركم لنفحات ألا فتعرضوا لها. فالعفو مطلوب، والله سبحانه وتعالى قال إيه: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. لماذا؟ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. ثم إن أيضا يعني الصبر على الظلم مطلوب، يعني الإنسان حتى ولو ظلم فينبغي عليه أن يصبر على هذا الظلم ولا يقاومه، لأن مقاومة الظلم قد تؤدي إلى ضرر. يعني مقاومة الظلم بس الكلام اللي حضرتك بتقوله ده هيخلينا ان احنا حتى الشجاعة نفتقدها، حتى الاخلاقيات نفتقدها، لان انت هتمشي في الشارع هتلاقيه كله ظلم في ظلم. يعني انا لما اشوف قدامي واحد صغير بيضرب واحد كبير، هل ان انا اسكت؟ لما اشوف واحد بياكل حقه اخته في الميراث مثلا زي ما بيحصل في الصعيد ومش راضي يديها حقها في الميراث، انا ليه ان انا اسكت؟ ما حضرتك مع كلامك انك بتقول لنا نسكت. لا، انا بقول الصبر على الظلم ان لم يؤدي الى ضرر، هنا في شرط: ان لم يؤدي إلى ضرر، فإذا ما أدى إلى منفعة فهنا يجب مقاومة الظلم. يعني مثلا يعني جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني وأحسن إليهم ويسيئون إلي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن كنت كما قلت فكأنما تسفيهم المال، أي كأنك تطعمهم الرماد الحامي، ولا يزال عليك من الله ظهير ما دمت على ذلك. أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا بالنسبة للصبر على الظلم، وهو من المستحبات. يعني أنت لو عملت كده يعني هتاخد أجر من المستحبات، ولكن لا يجب عليك. بالنسبة لمقاومة الظلم، يجب عليك أن تقاوم الظلم إن أدى مقاومة الظلم إلى منفعة، لكن إذا أدى إلى فتنة فعليه وإذا الصبر أدى إلى ضرر إيه اللي هيعمل؟ وجهة نظر حضرتك. فيعني ولذلك الله سبحانه وتعالى قال إيه؟ ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. نعم، لمن عزم الأمور. لمن عزم الأمور. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إيه برضه؟ علشان نفهم: من كره من أميره شيئا فصبر عليه. أكملي بقى باقي الحديث. لا، مش حافظه. مش حافظه للأسف.